بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. لما الراجل بتاع غطفان ده أكل حقوق ولاد أخوه لأنهم كانوا صغار وأبوهم توفى، نزلت الآية دي، نزلت لده ونزلت على كل العرب اللي كانوا زي ما قلنا كده بياخدوا الثمار. لو اليتيم ليه ثمار، ليه يعني حق في الثمار، ياخدوا الثمار الطيبه ويدوا له الثمار الجافه. لو عنده يعني سايب اغنام ياخدوا السمين ليهم والعفاء يخلوها لليتيم. يبقى ده يتبدلوا الخبيث ايه؟ طيب. بالطيب. طيب. ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. يبقى أول حاجة في الآية، وآتوا اليتامى أموالهم. كانوا بيمنعوا أموال اليتامى وما يورثوش اليتيم، لو كان صغير ما يتورث. يبقى ده أول حاجة، لا يورثوا الصغار. تاني حاجة، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. كانوا ياخدوا الحاجة الكويسة ليهم والسيئة لليتيم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، كان ياخدوا مال الأموال بتاعتهم ويحسبوهم مع أموالهم. بمعنى إيه يعني؟ لو في طعام أو شراب، اليتيم طفل صغير واللي بياكل راجل كبير، فيحط أموال اليتيم مع أمواله وياكلوا هما الاتنين سوا. طبعا الطفل الصغير بياكل على قده، لكن الكبير بياكل اكبر، وبالتالي بياكل اموال ايه؟ اليتيم. عشان كده قال وآتوا اليتامى اموالهم، وحط تلت. اول حاجه اموالهم، ده اول حاجه، ولا تتبدلوا خبيثا بالطيب. تاني حاجه، ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم. يبقى كان في تلت حاجات بيعملها في الجاهليه الكفار. أول حاجة ياكلوا أموال اليتيم. طب ولو ما خدش مال اليتيم واحتفظ بمال اليتيم، كان ياخد الكويس ليه والسيء لليتيم. التالتة، لو قعد معاه اليتيم وهيديله حقه، كان بيخلط ماله مع ماله علشان ياخد الكتير وهو ياخد الإيه؟ القليل. يبقى دي التلاتة اللي سببهم نزلت الإيه؟ الآية. يبقى نزلت الآية بسبب التلاتة دول. ما كانوش بيدوا اليتامى الاموال بتاعتهم، وكمان كانوا بياخدوا الجيد ليهم والسيء لليتيم. تالت حاجه ان هم كانوا بيعملوا عمل سيء جدا، يخلطوا اموالهم مع اموال اليتيم، واستهلاكهم هم كبير لكن استهلاك اليتيم ايه؟ قليل. وبالتالي يبقى في ظلم مين؟ لليتيم. لما نزلت الآية دي بدأت كل من هو أسلم بدأ يعتبر وراثة اليتيم وراثة كاملة. حتى الإسلام إدى وراثة مش لليتيم بس، ده للجنين في بطن أمه. اليتيم الجنين في بطن أمه الإسلام ورثه. يعني الإسلام رفع من شأن اليتيم. لسه بقى نشوف يتامى النساء ايه اللي كان بيحصل مع يتامى النساء، ده في الآية الثالثة. خلينا في الآية الثانية. طيب، هنا ده الأمر الشرعي. الأمر الشرعي أي واحد عنده يتيم يحافظ على ماله لحد لما يكبر في السن. إذا صرف عليه ياخد اللي صرف، اذا رباه ياخد من تربيته، اذا حافظ على امواله وحرص عليه او عايز ياخد حق الحراسه بما يرضي الله ياخد ويرجع له ماله. ده شغل الايه؟ التعامل مع اليتامى. وتديهم فلوسهم، كبروا تديهم فلوسهم وتديهم حقهم. ما تجيش انت تاخد 1000 ولا 2000 ولا 3 ولا 4 وتقوم خالطهم مع فلوسك بقوا 10 ولا 20
واخد بالك؟ يبقى انت ليك خمسة وهم لهم 20 وتقسمهم بالنص، يبقى اسم ظلم مش اسم تعب. واضحة؟ يبقى ده خلط الايه؟ ده بده. تخلط مالهم مع مالك، ليك خمسة وهم لهم 20، يبقوا 25 وتقسمهم بالنص، يبقى انت عملت ايه؟ ولما يبلغ اشده، لما يكبر اديله حقه. طب انت عايز تاخد بالفلوس بتاعته، خد بالمعروف مقابل المحافظة عليه وتربيته، وليك ثواب واجر برضه، يعني برضه هيبقى ليك ثواب واجر وتاخد برضه من ماله، بس تاخد بالمعروف. حق ما ربيت مش حق ما ربيت اجر، لا حق ما انفقت. يعني انت عندك 3 اولاد وعندك 2 يتم، هتجيب لاولادك من لبس من فلوسك، ولو اليتامى لهم فلوس جيب لهم من فلوسهم، لو هتشغلهم في تجاره خلاص شغلهم في تجاره، وده اساسيه انك تشغلهم في تجاره خلاص، اذا كسبت التجاره اديهم حقهم، بس واجب عليك ان انت تحافظ على حقوقهم لحد لما يكبروا في السن. هنا خد بالك، اليتامى في عرف الصالحين المريدين ناقص السلوك الى الله، فاقدين أهلية السلوك الى الله، اسمهم ايه؟ اليتامى. ربنا يأمر الاولياء الصالحين اللي هم كبار الاولياء والصالحين والمرشدين الصالحين من الاولياء الذين يتبنوا المريدين ان يرعوهم حتى يبلغوا درجة المعرفة بالله. يعني وجب على الاولياء والصالحين ان تقوم بتربية المريدين حتى يترحل في في مدارج الذكر. ده امر. الامر الثاني، الا يبعدوا عن مجلسهم احد، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. يعني واحد سيء معروف ان اسلوبه كتيره، ما تقولوش لا وتاخد واحد كويس، لا، ده انت تاخد كل واحد على عيبه. اذا جاء مريد بعيوب وجب على الصالحين قبوله. فلا تأخذ العالم وتترك الجاهل، ولا تأخذ الطيب وتترك السيء، ولا تأخذ الصالح وتترك الطالح. فالأمر الباطني للآية لجميع المربين، جميع المربين من يتولوا تربية المريدين السالكين إلى الله، أمرهم ربنا سبحانه وتعالى أن يقوموا على تربية المريدين بما لديهم من أموال. يعني إيه ما لديهم من أموال؟ ما لديهم من نور الإيمان. يا رب يكون عندهم ذرة من نور الإيمان. وجب على الأولياء أن يحافظوا على ذرة الإيمان وأن إيه؟ يكبروها. يعني يجي السالك إلى الله ومليء بالذنوب يقبله ويعمل على تربيته، فإن وجد بداخله إيمان ولو بسيط، الشرط اللي عليه إنه هو يتولى هذا المريد حتى يزداد أو تزداد شدة نور الإيمان الموجودة في القلب.
لذلك يقول سيدنا فخر الدين ايه؟ وافطم منكم من اتم رضاعته واور السر للذي فيه صبغته. يعني يقولوا على الفطام بالنسبه للاطفال حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، بعد الرضاعه يتم الفطام. اما السالكين الى الله، انت داخل سكه السلوك الى الله، انت مذنب مثلك مثل الطفل الصغير. امتى تتفطم؟ اذا انتقل الذكر من اللسان الى القلب، يعني اذا ترحل الانسان من الاسلام الى الايمان، اصبح رجل خلاص يعتمد على نفسه، اصبح معتمدا على نفسه. يبقى معتمد على ايه؟ على نفسه. معتمد عليه، على نفسه. يستطيع السير الى الله. وده اصل التربيه للانبياء والرسل. اصل تربيه الانبياء والرسل يقوم على تربيه وتعليم الخلق للاتجاه للحق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لما تعب في الطائف من الاذى اللي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل له ملك الجبال وقال لي يا رسول الله مرني ان اطبق عليهم الاخشبين، قال اتركهم لعل ياتي من نسلهم من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. كان صلى الله عليه وسلم يقبل المنافق على نفاقه. فكتير من الاعراب كانت بتشهد بالايمان، ولكن في قلبهم، في قلوبهم انكار للاسلام. قالت الاعراب امنا كل لم تؤمنوا لكن كلوا اسلمنا. انما الايمان ده قصه ثانيه، لان الاسلام لفظي، الاسلام لفظي والايمان قلبي. الاسلام باللفظ، اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله، خلاص انت كده بقيت مسلم. انما الايمان ده قصه تانيه، قصه تربيه قلبيه. علشان كده يقول الفطام للذاكر انه يصبح ينتقل ذكره من اللسان الى الايه؟ الى القلب، يعني يترحل من الاسلام الى الايمان. ده الاساس، ان يترحل عبد من الاسلام الى الايمان. تربيه الانبياء والرسل كده، يربوا خلق الله على كده. تربية الصالحين في زمن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء والورثة، إن هم يعلموا المسلمين كيفية طريق الوصول إلى الله. وأمرهم ربنا سبحانه وتعالى ألا يتخيروا، لا ما يختاروش وما ينقوش. كل من جاء إلى الصالحين يريد الوصول إلى الله، أمر إلهي أن يقبلوهم. هو بقى صادق، هو منافق، هو كذاب، هو صادق، يقبلوه. ولا تتبدلوا خبيث بالطيب. واحد دخل سيء، لا ما اخدكش، لا انت ما تنفعش تمشي ربنا، لا، لعلها تكون اخر ذنب، لعله يكون اخر نفاق، لعله يكون اخر مداعنة. يعني العيب اللي ممكن يكون ماسك الانسان يمكن يوم اول ما جاله اترفع. ذلك واحد من الصالحين، من الصالحين من الأولياء كمان، في بداية سيره إلى الله كان شغال قاطع طريق،
فموت 98 واحد. مش عايز اذكر اسمه علشان خاطر ده من كبار الاولياء. فراح لواحد شيخ من اشايخ من مشايخ الشريعه. قال له مولانا، راجل قاطع طريق. قال له مولانا موتت 98 واحد. ليه يا توبه؟ قال له بعد ال 98 في ايدك منين التوبه؟ اما موت بقوا 99. مشي عايز يتوب لربنا. راح لواحد تاني راجل من علماء الشريعه. قال له السلام عليكم. قال له عليكم السلام. قال له انا موتت 99 واحد. انا عايز اتوب، ربنا يقبل توبتي؟ قال له اقبل توبتك بعد 99. تتقبل ازاي؟ قال له طيب بقوا 100 اما موتوا. وبعدين راح لشيخه بقى اللي هو علمه سكه الوصول الى الله. قال له واحد فيه واحد صالح في الحته الفلانيه، روح زوره واساله. دخل له اول ما شافه ابتسم وقال له يا مرحب باحد اولياء الله. وهو موت 100. دخل عليه، وده الفرق بين علماء الظاهر والاولياء الصالحين. اول ما دخل عليه قال له يا مرحب باحد اولياء الله. فلما دخل عليه بكى. قال له قتلت 100 وتريد التوبة؟ دخل عليه بعمل ايه؟ بدأ يكشف له عن اللي هو فيه. قال بلى. قال ولو قتلت 1000. قال له لو قتلت 1000. الولي ده كان زي ما قلنا قاطع طريقه، كان زعيم عصابة ومقامه في الشرقية. بدأ يديله أوراد والذكر والعبادة ويقول له ابدأ افلت بنفسك عن اللي انت كنت بتعمله. خد بالك بقى، اعتزل. العصابة بتاعته لاحقته، كانوا يشوفوه يخافوا منه. لقوه ماسك السبحة والذكر والعبادة وعمال يعيط بالذكر والعبادة. قوم تعالى معانا، مش تعالى معانا. بقوا يربطوه في الخيول ويجروا بيه في الصحراء وهو يبكي. فبيقولوا له انت بتبكي من طب ما بدل ما تبكي ما ترجع معانا. فبيقول لهم والله اني، بيقول لهم والله اني لقادر عليكم، يعني انا اقدر عليكم كلكم، لكني ابكي من شده الفرح. شدة الفرح وانت بيجرجروك على فتلاميذه بقى اللي بقوا تلاميذه، العصابة بتاعته بقوا تلاميذه بعد كده. قالوا له وعلام تفرح؟ قال كلما احتك جسدي بالرمال احسست بان الله يغفر لي ذنوبي. تلاميذه كلهم بقوا درويش معاه. كل العصابه بتاعته اللي كانوا بيطلعوا يقطعوا الطريق بقوا تلاميذه. بعد كده ربنا فتح عليه وبقى من احد كبار الاولياء. لذلك يقولوا كده المشايخ، الفرق بين اهل الشريعه والاولياء الصالحين ان اولياء الصالحين ربنا بيديهم نور يعرفوا بيهم الصالح من الطالح، ومع ذلك لا يرفض الطالح ويحط قاعدة أساسية في الطريقة اللي هي إيه؟ في سكة الوصول إلى الله. القاعدة الأساسية بتقول إيه؟ أساس الطريق التصديق. يعني إيه أساس الطريق التصديق؟ يعني أنت جيت كذبت عليا، أنا مصدق، ولو انا عارف انك بتكذب برضه مصدق. شيمة اهل الطريق التصديق.
الوصول إلى الله طريقهم التصديق، طريقهم التصديق، شيمة أهل الطريق التصديق، قصة أهل الطريق التصديق. فالعبد لما بيجي يقعد كان غافل، كان حرامي، كان نصاب، كان بيسرق أموال الناس، كل الكلام ده عند الأولياء الصالحين ولا ليه قيمة. ما أنا بقول لك أهو، الراجل قاتل 100 دخل عليه قال له يا مرحب بأحد أولياء الله، التاني قال له 98 مين ويغفر لك إيه؟ قال له والله خليهم 99، والتاني قال له 99 هيقبلك ربنا؟ ازاي يقبلك يعني؟ قال له والله خليها 100. انما التاني اول ما دخل عليه قال له يا مرحب بأحد اولياء الله، خلص الموضوع، خلص. وده الفرق بين علماء الصالحين، علماء الطريق، وعلماء الشريعة. عالم الشريعة لا يرى الا بعينه، انما الاولياء الصالحين لا يروا الا بقلوبهم. فالآية في مواطن المعنى تأمر الأولياء الصالحين أن يقبلوا المريدين اللي هم يتامى، ليس لهم مرشد إلى الله. وبعدين مرشد مش المرشد بتاع الإخوان يعني، عشان الناس بس يدوش ده مرشد الإخوان. ومن يضلل فلن تجد له إيه؟ وليا مرشدا، ولن تجد له وليا مرشدا. هذا الأصل، الأصل في الأمور إنك تقبل كله. يا ابن آدم، طب الأولياء جابوا الكلام ده منين؟ من ربنا برضو. يعني اللي راح له قال له اتقتلت 98 ده ما عرفش الآية، ما عرفش القرآن كويس أو الحديث كويس. قال يا ابن آدم لو جئتني ما بين الأرض والسماء من ذنوب واستغفرتني لغفرت لك. تاني قال له 98 تغفرت لك ازاي؟ انما الصالح اول ما شافه قال له يا مرحب باحد اولياء الله. وين الفرق؟ لذلك نقول دي الاساس، الاساس ان يقبل المربي، يقبل من اراد السلوك الى الله على حاله، ان كان محسنا فيزيد حسنا، إن كان سيئا فيتعدد سلوكه. يبقى الآية خدناها في الظاهر سبب نزول الآية. تاني تلخيص سبب نزول الآية، إن أحد واحد رجل من قطفان كان له أخ توفى وترك له أيتام ومال، أخذ أموالهم ومنع عنهم إيه؟ أموال أبيهم. نزلت الآية وآتوا اليتامى أموالهم. العرب كانوا بيعملوا ايه؟ يدوا الحاجه الكويسه لنفسهم والحاجه السيئه للايه؟ لليتيم. الحاجه الطيبه ياخدوها والحاجه الخبيثه يدوها لليتيم. وربنا قال لهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. النوع الثالث كان يخلط ماله القليل مع مال اليتيم الكتير وبعدين يقسم بينهم بالايه؟ بالنص. قال ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرة. فتح الله مكرمنا رب العالمين، اللهم علمنا، اللهم علمنا رب العالمين، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما جهلنا رب العالمين، اللهم علمنا ما جهلنا وعلمنا ما لم نعلم رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.